وفي مجلة آخر ساعة المصرية نشرت صور كثير من المتحجبات، وهذه ظاهرة هناك الآن، ولكن كتب تحتها ظاهرة الحجاب لماذا؟ وعلق عليها الدكتور أحمد سلمي: الحجاب لا وجود له في الإسلام. وبالمناسبة لقد كثر الكلام والجدال حول الحجاب، وأن المفروض أن تكشف المرأة عن وجهها وكفيها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأسماء. وعندما أقول لهم حديث ابن أم مكتوم أم عميوان أنتما، يقول إنه حديث الرسول لأسماء حديث صحيح، نرجو الإفادة الشافية حيث أن الأخوة السائلين المختلفين موجودين هنا، وشكرا. ممكن الحجاب إما جاهل وإما مكافر. يقول الله جل وعلا في كتابه يعني: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا في الآية الكريمة في سورة الأحزاب. ويقول سبحانه وتعالى في سورة النور: وقل لك يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية بين سبحانه وتعالى أن النساء عليهن غض الأبصار وعليهن حفظ الفروج وعليهن أن لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي ملابس الظاهرة. ثم بين من بدلت الزينة فقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء إلى آخره. فدل ذلك على وجوب الحجاب وأن الزينة تجب أن تستر، والوجه والشعور وبدن المرأة كله محاسن وكله زينة يجب أن تستر. وأما حديث أسماء الذي يشير إليه السائل ويتعلق ببعض الناس، هو أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على أختها عائشة والنبي حاضر عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب الرقاق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلق به تعلق بالبعض. فهو حديث رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة وبإسناد ضعيف، وهو منقطع وضعيف، وضعيف من جهة انقطاعة وضعيف من جهة بعض الرواة. فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لكان هذا قبل الحجاب، لأن الحجاب صريح أنزل الله فيه الآيات وأمر المرأة بالحجاب. هذا لو صح لكان قبل الحجاب، ولكنه غير صحيح. فإنه من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريد عن عائشة، وسعيد بن بشير لا يحتج به، ضعيف الرواية ولا يحتج برواياته، وقتادة عن خالد معنعن وهو مدلس ولا يحتج برواياته إلى عنعن، وخالد بن دريد ضعيف لا بأس به، لكن لم يسمع من عائشة، لم يلقى عائشة ولم يسمع من أحد منها، فهو منقطع بين خالد وبين عائشة، وضعيف من جهة رواية سعيد بن بشير، وضعيف من جهة عن أنس قتادة. فالمقصود أنه ضعيف من جهة ثلاث، في علل ثلاث: علة رواة سعيد، وعلة تدليس رواية قتادة، وعلة انقطاعه بين خالد وبين عائشة. فضعيف من وجوه ثلاثة لا يحتج به ولا يتعلق عليه. ولو فرضنا أنه صحيح وجاء بإسناده صحيح لكان هذا قبل أن يأتي الحجاب وقبل أن يفعل الحجاب، كان النساء يجلسون مع الرجال وهم كاشفوا الوجوه يتحدثون معهم، ثم انزل الله الحجاب وامروا بالستر بعد ذلك، كما جاءت السنه بذلك. قالت عائشه رضي الله عنها: لما سمعت صوت صفوان المعطل لما مر عليها من خلفها الجيش يحسبون انها في ولدها، قالت: فسمعته يقول: يسترجع انا لله وانا اليه راجعون. لما راها قال: فلما سمعته خمرت وجهي، وكان قد راني قبل الحجاب فعرفني. المقصود ان هذا يبين لنا انهم كانوا قبل الحجاب يكشفون وجوههم ويكشفونها، فلما جاء الحجاب ستروا وجوههم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: انه راني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي.